المسير اليوم سيكون إلى بلاد الأرز اللبنانية الجميلة البهية بحسن فيروزها على النغم الرحبانية. لبنان الذي تبدل حاله من التمتع بالطير الوروار إلى فزع وهلع وذعر وارتياع، من صواريخ وقنابل، من استهدافات واختراقات واستباحة للسماء. لبنان في الآونة هذه أموس هوكستين مبعوث أمريكا للمرة السابعة يزوره، للمرة السابعة يحاول تقريب الرؤى لإحلال السلام. لكن أيمكننا في هذا المقام أن نغفل تاريخ الرجل وهو من هو المولود في إسرائيل؟ أمن السهل علينا أن نغض الطرف عن خدمته في سلاح مدرعات بجيش احتلالي ذاك الكيان المغتصب للأرض العربية؟ وإن أشحنا النظر بعيداً عن خلفية الرجل، أينصف لبنان أم يبخسه حقه؟ أبيده أن يضيق الفجوات، أن يسد الثغرات كي يعود الأمان والطمأنينة، الأمل والوصل والسكينة إلى من نزحوا عن ديارهم قصرا قبيل اشتداد برد الشتاء، أم يأتي بضجيج صاخب بلا طحين؟ أيمكنه حل ما تعقد قبيل رحيل إدارة أمريكية أمدت ذاك الكيان بكل ما اشتهته نفسه الأمارة بالسوء من أسلحة وذخيرة ومدد وحماية؟ أم يطول الأمد بنا إلى حين تسلم ساكن جديد للبيت الأبيض مهمة بيتهم الأبيض بهذا أم بذاك؟ ورغم ضبابية البنود والمعطيات فمن جديد لا تيأسن، أو كما دلنا الأقدمون لا تيأسن من انفراج شديدة قد تنجلي غمرات شدائد. كم كربة أقسمت ألا تنقضي زالت وفرجها الجليل الواحد. فصبر جميل.